بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بمعالي وزير الصحه والدكتور هلا زايد. احنا النهارده عشان مستشفى ام النيل بتشارك وزاره الصحه تفعيل مبادره السيد رئيس الجمهوريه في قوائم انتظار الجراحات العاجله والنادره والخطيره لمرضى الدوله. احنا من هنا فعلا ان مستشفى وادي النيل يعني نقدم كل الدعم لمبادره سياده الرئيس لقرار معالي وزير الصحه. واحنا النهارده بدانا باستقبال اول مجموعه من حالات العلاج اللي في قوائم الانتظار في جراحه القلب وقسطره القلب والقرنيه والقوقعه بتاعت عدم السمع يعني. فاحنا بنرحب بمعالي الوزيره، وانا بستاذنكم معالي الوزيره النهارده عندنا طلبات جامده ومتاخره هي وقت طويل عن المواعيد القادمه. فمعالي الوزيره هتلقي يعني عليكم الفكره واحنا هنعمل الفكره دلوقتي ازاي. فهستاذنكم بعد ما تخلص الحته في مجال قوي ان احنا في اسئله واجابات عليها. معالي الوزيره هتشرح بالكامل الفكره وازاي الفكره بتتم وازاي مؤسسات الدوله الصحيه كلها في كل حته مع تنفيذ المبادره. ناحيه انا كمدير مستشفى وادي النيل انا سعادتي يعني غامره يعني هقول لكم نص كده. عيان من العيانين اللي الدوله بعتتهم ووزاره الصحه بعتتهم عشان يعملوا عمليه في وادي النيل افتكرني يقول لي اتكلمنا اتصلنا وروحنا، هو مش مصدق انه يعمل العمليه عندنا. مستشفى وادي النيل مستشفى على اعلى مستوى من التقنيه الحديثه يعني وجهه اداريه كمان على اعلى مستوى انها توفر المرضى المصريين العلاج على اعلى مستوى. انا عن نفسي كشخص يعني شخص انا دي حاجه يعني انا شايفها على اعلى مستوى، وان شاء الله ربنا يبارك في كل من وراء هذه المبادره من سياده رئيس الدوله ومعالي وزير الصحه. فانا بشكركم وانا حاسس ان الكوكب لمعالي وزير الصحه الدكتور هلا زايد.